الو نعم الاستاذ بيتر. اي نعم، من حضرتك؟ مو مهم تعرف من هو انا، المفروض تسالني انا بكلمك ليش. طيب ممكن اعرف ليش؟ زوجتك نوال شيها؟ لا تخاف المدام بخير، لكن انا خايف عليك لما تسمع الحقيقه. يعود تلفزيون الكويت مره اخرى بانتاج عمل بوليسي من جديد بعد رائعته جريمة بسبعة وجوه التي قدمها في مطلع السبعينات. وبعد سبع سنوات تم تسجيل رحلة العذاب لتكون تجربة أكثر نضوجاً وإتقاناً. ليش قتلت سالم؟ مو معقول، مو معقول يا نوال، مو معقول. من هي نوال هذه؟ زوجتي، زوجتي نوال. ألو منى؟ عبد الله هني؟ لا لا، بس بقيت أسأله إذا شاف بدر ولا لا، ولا حتى اتصل فيه. طيب شكرا، آسفة أزعجتكم. تبدأ أحداث العمل بجريمة قتل دبرت من أجل اتهام شخص ما بارتكابها، وينجح القاتل نجاحا دقيقا بضربه عصفورين بحجر واحد من قتل الضحية وتلفيق التهمة لشخص آخر متزوج من امرأة يربطهما حبا عميقا وحياة هانئة مستقرة. شوف يا مدام، كل إنسان منا معرض أن يكون هو القاتل، وإذا كنت أنت فعلا بريء وتبيني أساعدك وأثبت براءتك علمني، علمني علشان نقدر نوصل لنتيجة حتمية، وبعدها أقدر أثبت براءتك فعلا. أنا بريء، بريء، بريء حمد، صدقني. يأخذ التحقيق مجراه بعد إنكار الزوج ارتكاب الجريمة، رغم أن القرائن والأدلة كثيرة كانت ضده. وتبدأ الزوجة برحلة عذاب مضنية من أجل الوصول إلى دليل براءته من خلال درب وعر، متلقية بين حين وحين صدمات لعرقلة وصولها إلى الهدف. كل هذه العراقيل تسبب بها أشخاص تتفق مصالحهم عند حد اتهام الزوج، منهم من يكون على علاقة مباشرة بالجريمة، ومنهم بسبب أهداف شخصية لا ناقة لها بالجريمة ولا جمل. سك التليفون يا حمد علشان نقدر نتفاهم. أحمد؟ تصل خيوط الجريمة إلى نقطة مفصلية، ويصمم الزوج المتهم ببأس شديد على حجب تصريحاته واعترافاته لأمر ما، وكاد أن يتورط بالحكم النهائي، فيتراجع باللحظة الأخيرة واعترف بما كان خافيا. اعترافاته كانت سببا مهما لبراءته، لكنها دمرت صورته المثالية أمام الزوجة، فهو لم يعد الزوج المخلص الوفي بعد الحقائق التي صرح بها. تقوم المحكمة بمنحه صك البراءة، وتبارك له زوجته بالحكم العادل، وهي تودعه يائسة لأنها قررت الانفصال عنه بشكل قاطع. أنا قررت لن أفترق. نفترق؟ إيش قاعد تقولين يا نوال؟ مو معقول يا نوال؟ معقول العذاب اللي أنا عشته؟ معقول المعاناة الطويلة اللي عانيتها مش موجود؟ كل هذا عشان أخفيت عنك؟ لا. رحلة عذاب مسلسل من 13 حلقة من تأليف مصطفى بهجة مصطفى، إعداد غانم الصالح، إخراج يوسف مرزوق، وبطولة سعاد عبد الله، محمد المنصور، غانم الصالح، طيب الفرج، علي البريتشي، محمد السريع، حسين الصالح، أحلام مبارك، حمد ناصر، إبراهيم الحربي، والذي كان في بداياته الفنية في هذا العمل.
وللعلم بأن رحلة العذاب هو آخر أعمال الفنان الراحل جعفر المؤمن قبل أن يعتزل الفن بشكل نهائي، وقد تم عرض المسلسل في شهر فبراير من عام 1977. زين يا سالم، الحين خلنا من التمثيل ويا وقت الجد. أنت يا سالم اشتركت في قتل نورة وولدها، وأنا حكمت عليك بالقتل. ما أدري إنك أحسن مني في التمثيل. أنا خنورة يا سالم. لا يكون المسدس اللي وياك صج. لا تقتلني يا علي.